أحد الظهور للفنانة شمس البارودي وبنتها نريمان وجوزها قبل حسن يوسف كان أمير سعودي. الفنانة شمس البارودي ممثلة مصرية معتزلة عمرها دلوقتي 75 سنة، وجوزها الفنان حسن يوسف عمره 87 سنة، وكانت اتجوزت قبل حسن يوسف من الأمير خالد مسعود، والفنان حسن يوسف كان متجوز من لبلبة. شمس البارودي أنجبت 4 أبناء من حسن يوسف وهم عمر ومحمود وعبد الله ونريمان، وده ظهور حسن يوسف مع بنته نريمان. وكتير مننا ما يعرفش ان الفنان حسن يوسف كان له شقيق واسمه عادل يوسف يشبهه كتير، وهو كان بيعمل في مجال التمثيل ثم اعتزل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك.